طبعا نقول مبروك للفايز وهارد لك الخسران، بس من الفايز اليوم ما ندري. انا اقول لك تسالني من الفايز، اقول لك ما ادري من الفايز. غاتسيه 2-0 انت وجهه نظرك غاتسيه فاز 2-0، انا وجهه نظري لا مو الغاتسيه فاز 2-0، انا اقول هارد لك لاعبيننا الابطال الرجال اللي من اول 20 دقيقه طرد وليد علي، وليد علي 4-0 ما يلعب. يعني احنا الحمد لله الله ما يزنا، عندنا عقول، احنا بعد كبار نفهم، عندنا عقول. انا طلعت وياك بالتلفزيون لو فريقنا فايز ما اطلع، اعطي اللاعبين حقهم يتكلمون، لكن الفريق خسران اذا انا خسرت يا القادسيه لما فاز القادسيه علينا كذا مره فوز نقول له مبروك ومبارك لهم. القادسيه فريق كبير مو عيب يفوز، والكويت مو عيب يخسر، هذه كره القدم. لكن اليوم الكويت خسر القادسيه فاز. انا سؤال صعب، تدري السؤال هذا يمكن ما يجاوب عليه الا الشريف، او ما يجاوب عليه الا الرجل الصادق. طيب اذكرنا الاسباب عبد الرحمن. لا لا ما انا، انا الحمد لله انا خاطب كويتيين حب الثقافة وبالرياضة وبالأدب، ناس فاهمة، ناس عندها عقول، ناس تفهم، ناس عندها عقول تفهم. تعرفوا من اللي شلون فاز القادسية اليوم، شو الأسباب اللي أدت لفوز القادسية، الكل يعرفها. إذا القادسية فاز نقول له مبروك، إذا الكويت خسر نقول له هارد لك. لكن أنا في وجهة نظري أنا أقول الكويت ما خسر اليوم ولا القادسية فاز. أنت قاعد تقول في فئة تفاهم يمكن 90%، في 10% يبي رسالة توصلها بشكل كامل. 10% الظاهر ما تابعوا الرياضة، أنا خاطب يتابعوا الرياضة. أنا قاعد أقول لك إذا القادسية فاز نقول له مبروك، ما نستحي ولا نخاف، إحنا ما نخاف. إذا خسر القادسية نقول له هارد لك، إذا خسر الكويت نقول له هارد لك، هذه كرة القدم. لكن اليوم ما كانت كرة قدم، ما في فير، حرام يعني. ناس تتعب وتتمرن صبح وعصر، للأسف صراحة اللي صار اليوم شيء يفشل، شيء يسيء حتى الكرة الكويتية، مو الكرة الكويتية، يسيء للتنافس، يسيء لشيء احنا من احنا صغار نتعلمه. تنافس، تنافس حلو، تنافس شريف اصلا، بس اليوم انا ما شفت فيه تنافس والله. يلا مشكور، صحة العافية. يعني يعني امانة يمكن ايضا روح رياضة.